السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم علاوة من مدارس الفريد النموذجية. أخذنا في الحصة الماضية درس فالنتينا تيرشكوفا، وحكينا أن فالنتينا تيرشكوفا هي أول رائدة فضاء، أي أول رائدة من النساء وليس من الرجال. وحكينا أنه جاجارين هو اللي مهد لها الطريق لحتى تكون رائدة الفضاء الأولى، وقلنا كمان أنه هي كانت متطوعة في برنامج الفضاء الخارجي وهذا ما مهد لها الطريق، وأنها كمان دربت على الهبوط بالمظلة. الآن بدنا نحل مع بعض أسئلة الفهم والتحليل والمعجم والدلالة والتدبق الأدبي. نروح مع بعض لصفحة 20، كنت طالبة منكم تحلوهم، يا ريت تتبعوا معي لحتى تشوفوا حلهم صح أو غلط. السؤال الثاني بصفحة 20 من المعجم والدلالة يقول: عد إلى المعجم واستخرج معاني المفردات الآتية. المنشآت، شو معنى كلمة المنشآت؟ على إيش بتدل منشأة؟ مكان مخصص للعمل أو الصناعة، مكان مخصص للعمل أو الصناعة. يعهد، يكلف بالمهمة أو يكلف القيام بالمهمة. المحض، الخالص الذي لا يخالطه شيء. هاي معاني تم استخراجها من المعجم. المحض، الخالص الذي لا يخالطه شيء. إذا بعيد، المنشآت، مكان مخصص للعمل أو الصناعة. يعهد، يكلف بالمهمة. المحض، الخالص الذي لا يخالطه شيء. السؤال الثالث يقول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما تحت الخط فيما يأتي. استطاع الإنسان اختراق الفضاء. ما معنى اختراق الفضاء؟ الدخول فيه. تمرس فالنتينا بالهبوط بالمظلة أهلها لأن تقبل في برنامج الفضاء، أي جعلها طبعا مستحقة له. أكسبت هذه المغامرة الرائعة فالنتينا شعبية كبيرة وضاع صيتها، أي اشتهرت. بالفهم والتحليل عندي سؤال يقول: ما المجال الصعب الذي أثبتت فالنتينا نفسها فيه؟ طبعا اختراق الفضاء الخارجي. شو المجال اللي أثبتت نفسها فيه اللي هي فالنتينا؟ شو المجال اللي تفوقت فيه على نفسها؟ اختراق الفضاء الخارجي، يعني كانت رائدة الفضاء الأولى. ثمة سببان دفع فالنتينا لأن تحلم بقلوب ما هو أبعد من الأرض. نرجع نشوف شو هم الأسباب اللي دفعت فالنتينا لقلوب ما هو أبعد من الأرض. تقول الفقرة الثانية بالصفحة الأولى: عملت فالنتينا في مصنع للنسيج، وعندما أنهت دراستها ونالت الشهادة عينت مدرسة في معهد التصليح والميكانيك. أوكي. ثم التحقت بالنادي الجوي لتتدرب على القفز بالمظلة. إذا هذا السبب الأول، التحاقها بالنادي الجوي لتتدرب على القفز بالمظلة، وهذا ما جعلها تحلم ببلوغ ما هو أبعد من الأرض. أيضا السبب الثاني، ولا سيما أن أول رائد اسمه جاجارين كان قد مهد لها السرير حين قام بأول رحلة فضائية. إذن السبب الأول التحاقها بالنادي الجوي لتتدرب على القفز بالمظلة، والسبب الثاني اللي هو أنه جاجارين مهد لها السرير حين قام بأول رحلة فضائية عام 1961. هذول هم السببين. السؤال الثالث: ما الذي أهلها لأن تقبل في برنامج الفضاء؟ شو اللي أهلها لأن تقبل في برنامج الفضاء الخارجي؟ في عندك بصفحة 18 الفقرة الأولى: لكن تمرسها بالهبوط بالمظلة أهلها لأن تقبل في برنامج الفضاء الخارجي. إذن شو اللي أهلها لأن تقبل في البرنامج؟ تمرسها بالهبوط بالمظلة هو اللي أهلها، تمرسها بالهبوط بالمظلة. السؤال الرابع يقول: بين أصعب الحالات التي واجهها الإنسان بالفضاء. نشوف مع بعض. في عندي بالفقرة مش الأولى، الثانية من صفحة 18، الفقرة الثانية من صفحة 18 هي: ثم ومن ثم تتمرن على التكيف مع انعدام الوزن، وهذه أصعب الحالات. إذا شو أصعب الحالات؟ التكيف مع انعدام الوزن، تمرنها على التكيف مع انعدام الوزن. السؤال يقول كمان مرة: بين أصعب الحالات التي واجهها الإنسان في الفضاء التكيف أو التمرن على التكيف مع انعدام الوزن، هذه هي أصعب الحالات. سؤال خامس يقول: كيف عبرت فالنتينا عن سعادتها وهي متجهة نحو مساحة الانطلاق؟ في عندي بصفحة 18 الفقرة الثالثة تقول: عام 1963 اتجهت بهدوء وثقة نحو مساحة الانطلاق، وبكثير من التأثر والفخر قالت:
إذا كيف عبرت عن سعادتها؟ نشوف. إنني سعيدة بأن أكون أنا الفتاة البسيطة أول من يعهد إليها من بين نساء هذا الكوكب بمهمة الطيران في الفضاء الخارجي، وسوف أنجز هذه المهمة النبيلة على أكمل وجه. إذن هذه الفقرة هي جواب السؤال الخامس. الفقرة الثالثة من الصفحة 18 التي تقول وبكثير من التأثر والفخر قالت إنني سعيدة إلى آخر الفقرة، هذا جواب السؤال الخامس. تمام. السؤال السادس بيقول اذكر المهمة التي انجزتها. ايش انجزت فالنتينا؟ سجلت رائدة الفضاء الاولى فالنتينا تيرشكوفا 48 دورة حول الارض في مدة 71 ساعة و40 دقيقة و41 دقيقة عفوا في مدة 70 ساعة و41 دقيقة. هاي المدة اللي سجلت فيها رائدة الفضاء الاولى اللي هي فالنتينا 48 دورة حول الأرض. إذا شو الإنجاز اللي أنجزته؟ إنها سجلت 48 دورة حول الأرض في مدة 70 ساعة و41 دقيقة. السؤال السابع يقول لي ما خضعت للفحوصات بعد عودتي إلى الأرض؟ مش كل الأسئلة حتلاقي جوابها بالكتاب. السؤال السابع خليني أرجع بس أقرأه. لما خضعت للفحوصات بعد عودتي إلى الأرض؟ الفقرة قبل الأخيرة من صفحة 18 تقول سجلت رائدة الفضاء الأولى 48 دورة حول الأرض في 70 ساعة و41 دقيقة. مظبوط. نشوف. وخضعت بعد عودتها إلى الأرض لفحوص طبية عدة لمعرفة مدى احتمالها لنتائج الرحلة جسديا ونفسيا. إذا ليش خضعت لهاي الفحوصات؟ لمعرفة مدى احتمالها نتائج الرحلة نفسيا وجسديا، وكانت صحتها ومعنوياتها في أحسن حال. الآن كيف دخلت فالنتينا التاريخ بعد هذه المغامرة؟ كيف دخلت التاريخ من أوسع أبوابه؟ الجواب هو الفقرة الأخيرة كاملة. أكسبت هذه المغامرة فالنتينا شعبية كبيرة وذاع صيتها لا في بلادها فحسب بل في بلدان العالم جميعها، وصارت تعد مثالا رائعا في الشجاعة والبطولة الجديدة. وستظل فالنتينا نجمة لامعة تضيء قلوب الأجيال مقبلة. لذلك أنا ما فعلته حقيقة لا محض خيال. هذا مس جواب السؤال الثامن، الفقرة الأخيرة كاملة. السؤال التاسع، لم تكن فالنتينا تبحث عن الشهرة وحسن، أثبت ذلك. ليش؟ شو اللي بدل على أنه فالنتينا ما كان دور على الشهرة فقط؟ لأنها، متذكرين شو حكينا بالحصة؟ شو عملت؟ تقدمت كمتطوعة، يعني من غير أي مقابل في برنامج الفضاء الخارجي، تقدمت كمتطوعة في برنامج الفضاء الخارجي، وهذا أكبر دليل على أنها ما كانت تبحث عن الشهرة فقط. بالنسبة للسؤال العاشر، ماذا نتعلم من قصة فالنتينا؟ السعي نحو تحقيق الحلم والإصرار على ذلك. السعي نحو تحقيق الحلم والإصرار على ذلك. بالنسبة للسؤال 11 و12 أترك الإجابة للطالب تبين لي فيها رأيك. الإجابة لإلك. رح نروح للتذوق الأدبي. وضح الصورة الفنية في الجملة الآتية. ستظل فالنتينا نجمة لامعة تضيء دروب لأجيال مقبلة. شبه فالنتينا، ستظل فالنتينا نجمة. شبه النجمة بالفالنتينا ولا شبه فالنتينا بالنجمة؟ طبعا شبه فالنتينا بالنجم اللامع أو بنجمة لامعة تضيء الدروب. ما دلالة العبارتين الآتيتين؟ حين تقدمت بالطلب متطوعة. متطوعة، شو رأيك؟ شو بدل هاي العبارة؟ رغبتها الصادقة في اختراق الفضاء والوصول إلى الفضاء الخارجي. رغبتها الصادقة في اختراق الفضاء والوصول إلى الفضاء الخارجي. بقى يقول سوف أنجز هذه المهمة على أكمل وجه. شو على ماذا تدل هذه العبارة؟ شو أنت استنتجت من هاي العبارة؟ سوف أنجز هذه المهمة على أكمل وجه. طبعا أكيد الاستقرار على تحقيق الهدف على أكمل وجه النابع من ثقتها بنفسها، النابع من الثقة بالنفس. إذا الإصرار على تحقيق الهدف على أكمل وجه النابع من الثقة بالنفس. رح نروح الآن لقضايا لغوية. في عندي نص بيقول بعد ذلك كله بدأت تتدرب على التمارين الصعبة التي تتطلب أن تدرس بدقة ومهارة أو تدرس بدقة ومهارة كل ما يتعلق بعمل السفينة الفضائية ومنشآتها، وأن تكون قادرة على تحمل التغير في درجات الحرارة، ومن ثم تتمرن على التكيف مع انعدام الوزن، وهذه أصعب الحالات. نشوف شو بدنا نستخرج من هذه الفقرة. الفقرة استخرج، اقرأ الفقرة السابقة ثم أجب أو استخرج منها. فعل متعدي. أخذنا
في الصف السابع. الآن مس هو الفعل اللازم هو كل فعل لزم الفاعل ولم يتعداه إلى المفعول به، كل فعل اكتفى بفاعله ولم يتعداه إلى المفعول به، بس أنا اكتفيت بالفاعل لإتمام المعنى فقط. تمام؟ ذهب الولد إلى المدرسة، ذهب الولد فعل فاعل، إلى المدرسة جاب مجهود ما في مفعول به. إذن الفعل اللازم هو كل فعل اكتفى بالفاعل ولم يتعداه، لم يحتاج مفعول به لإتمام المعنى، هو الفعل الذي اكتفى بفاعل ولم يتعداه إلى المفعول به. طيب شو الفعل المتعدي؟ الفعل المتعدي هو الفعل الذي لم يكتفي بفاعله، ما اكتفى عندي بالفاعل، بل ايش؟ احتاج لمفعول به لاتمام معنى الجمله. الفعل المتعدي لم يكتفي بالفاعل بل احتاج مفعول به لاتمام معنى الجمله، مثل اكل الولد الطعام، شرب الولد ايش؟ ما انتهيت انا، الحليبه، شرحت المعلمه ايش؟ الدرس. قتل فلان المذنب، سجن الشرطي القاتل، إلى آخره. تمام؟ فما اكتفت الجملة بالفعل فقط، اضطريت أجيب مفعول به لإتمام المعنى. كتب المعلم على اللوح، كتب المعلم فعل فاعل على اللوح جار ومجرور. طيب استخرج من الإقراء اللي قرأناها فعل متعدي، نشوف بعد ذلك كله بدأت فعل. طب بدأت بالفعل مستتر، تتدرب على التمارين الصعبة، ما في مفعول به. نكمل، تتدرب فعل، الفاعل مستتر أيضا، طبعا فعل مضارع تتدرب وفعل ضمير مستتر تقديره إياه. طيب نكمل على التمارين الصعبة، لحد الآن ما في مفعول به. التي تتطلب، ماذا تتطلب؟ أن تدرس بدقة ومهارة. اذا هون مثل الجمله الفعليه، يعني في شيء انتم ما اخذتوه. طيب انا بدي اعطيك طريقه كثير سهله لحتى انت تميز الفعل اللي امامك هو متعدي ولا لازم من دون ما تحطه بجمله، بس انك تضيف مع الفعل حرف الهاء. متذكرين لما اخذنا ان الهاء من ضمائر النصب؟ الهاء من ضمائر النصب، يعني تيجي بس في محل نصب مفعول به لما تتصل بالفعل. الآن إذا ضفتها مع الفعل، إذا اتصلت بالفعل واستقام المعنى رح يكون الفعل متعدي، إذا لم يستقم المعنى رح يكون الفعل لازم. نشوف الفعل ذهب، بدي أحط له الهاء، ذهب هو، إذا الفعل لازم. الفعل تتدرب اللي بالفقرة عندي، بدي أضيفها، تتدرب هو. الفعل تتطلب، تتطلبه، استقام المعنى، إذا تتطلب فعل متعدي، تتطلب فعل متعدي. تمام؟ الآن عندي طالب جمع تكسير، جمع تكسير فيش غير كلمة واحدة بكل النص اللي هي تمارين. الآن رح يجي هذا الحكي المستمرين جمع مذكر سالم، نشوف إذا هي جمع مذكر سالم ولا جمع تكسير. تمارين، شو مفردها؟ تمرين، صح؟ تمرين، إذا هاي نون أصلية، هاي نون مش نون جمع المذكر السالم، أصلية. لكن لو قلت معلمون، هاي نون أغلى جمع المذكر السالم، لأني لو شفتها معلم راح ترجع الكلمة لأصلها. تمام؟ لكن لو شفت النون والياء هون تمار، اختلف المعنى كليا. اذا تمارين جمع تكسير، اسم اشاره مش غير اسم واحد بالنص اللي هو هذه. الان السؤال التالي الثاني يقول اعرف ما تحته خط فيما ياتي، انهت فالنتينا دراستها. انهت فعل ولا اسم؟ الانهت طبعا لا، اذا فعل شو؟ انهت وانتهت، انهت وخلصت، فعل ماضي مبني على الفتح وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. فالنتينا رح تكون الفاعل أمامي، ودراسة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني مع الجر بالإضافة. ليش الهاء ضمير متصل مبني مع الجر بالإضافة؟ ضمير اتصل باسم، إذا رح تكون أكيد في محل جر بالإضافة. باء الصفحة الثانية، وجاء اليوم الذي تتحقق فيه، عفوا، وجاء اليوم الذي تحقق فيه حلم الفتى. طالب من إعراب كلمة الفتى، بدنا نبلش مع التحقق، أو جاء اليوم مش فارقة، جاء اليوم فعل فاعل. الآن تحقق
تحقق وانتهى إلى فعل ماضي مبني على الفتح. تحقق فيه، الفي في حرف جر لا محل له من الإعراب، والها ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. طيب حلم، تحقق حلم، ما الذي تحقق؟ الحلم، إذا الحلم فاعل مفعول علامة رفع الضمة. حلم مين الذي تحقق؟ حلم الشاب، حلم الفتاة، حلم الطالب، حلم الرجل، حلم المرأة، حلم الطفل، حلم المجتمع، حلم الشعب، حلم مين الذي تحقق؟ حلم الفتاة. إذا أنا لما ضفت كلمة الفتاة أنا وضحت لك بالضبط أنا عن مين عم بحكي، حلم مين تحديدا الذي تحقق، صح؟ أنا وضحت هون حلم مين الذي تحقق، حلم الفتاة. إذا الفتاة رح تكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذا حلم فاعل مفعول علامة رفع الضمة وهو مضاف، الفتاة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نس إذا نسينا المضاف والمضاف إليه، المضاف إليه والمضاف كلمة بضيفها لكلمة عشان أوضح أنا عن شو عم بحكي. شباك، شباك كلمة مبهمة، لكن لما قلت شباك الصف أنا حددت شباك شو؟ شباك السيارة، شباك المكتب، شباك البيت، شباك شو؟ شباك الصف، أنا حددت شباك شو؟ فهمنا؟ طيب عندي جيم صارت تعد، طبعاً صار من أخوات كان، إذا الفعل الماضي ناقص مبني على الفتح والتاء تأنيث لام على من الإعراب. تعد الآن، تعد، أعد، يعد أو يعد، تعد ويعد، ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، مش بالفعل المضارع من ضم الأول ومفتح ما قبل الآخر في الفعل المبني المجهول. هالصيغة شو تعد؟ صيغة مبني المجهول. إذا لما بدي أعرف وش بقول، فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفعه الضمة، فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفعه الضمة. وين نائب الفاعل؟ صارت تعد مثالا رائعا. من هي؟ نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، أصل الكلام أعد العالم فالنتينا، أعد العالم فالنتينا، أعد فعل ماضي أو يعد عشان المضارع بنضل على ما إحنا، يعد العالم فالنتينا، يعد فعل مضارع، فعل مضارع، العالم هو الفاعل هو اللي أعدها لفالنتينا، فالنتينا مفعول به، يعد العالم فالنتينا مثالا رائعا للشجاعة. يعد العالم، هي خليني اكتبها، رح اضطر امسح، رح اضطر امسح نس هون. اصل الكلام يعد العالم فالنتينا، يعد العالم فالنتينا مثالا رائعا للشجاعه. يعد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، العالم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وفالنتينا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها تعتبر، طبعا هو اصلا اسم مش عربي. طيب الان لما بدي احول الفعل مبني مجهول شو بعمل؟ شو بعمل بالحرف الاول؟ تعد، تعد، طبعا الفاعل راح من عندي، تعد مين؟ فالنتينا. إذا تعد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة مبني للمجهول، وفالنتينا شو رح تصير هون؟ كان مفعول به هون رح تصير نائب فاعل. طيب فالنتينا كلها مش موجودة بالجملة أمامي، زي المثال اللي قدامنا بالكتاب، صارت فالنتينا تعد، إذا نائب الفاعل وينه؟ ضمير مستتر تقديره هي، عائد على مين؟ على فالنتينا اللي اصلا مش كاتب لها بجمله، اصل الكلام صارت تعد فالنتينا، بس هو ما حط لي اياها، فالنتينا صارت تعد مثالا رائعا للشجاعه، شو عم يحكي عنها؟ اذا نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، عائد على مين؟ عائد على فالنتينا. عيد كمان مره، يعد العالم فالنتينا، يعد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمه، العالم فاعل وفالنتينا مفعول به، شارلي بدي احول فعل مبني المجهول، تعد فالنتينا مثالا رائعا، اذا تعد صار فعل مضارع مبني المجهول، بما انه مبني المجهول ما في فاعل، في نائب فاعل، مين نائب الفاعل؟ فالنتينا، نائب فاعل مرفوع صارت. طيب فالنتينا اصلا مش موجوده بالجمله، اذا نائب الفاعل
ضمير مستتر عائد على فالنتينا تقديره. تمام. الآن السؤال الثالث يقول: اجمع الكلمات الآتية واكتبها صحيحة منتبها إلى همزة المد في الجمع. مفاجأة، شو جمع مفاجأة؟ مفاجآت. لؤلؤ، عفوا مئذنة، مآذن. لؤلؤ لآلة، أدب آداب. شو بتلاحظ؟ كل الجموع فيها حرف إيش؟ فيها حرف مد، صح؟ كل الجموع فيها حرف مد. بدي أعطيك معلومة صغيرة بس، حرف المد أصلاً همزة مفتوحة متبوعة بهمزة ساكنة. أصل حرف المد همزتين، واحدة مفتوحة والثانية ساكنة. شو عملت فيهم التنتين؟ جمعتهم بحرف واحد اللي هو همزة المد. تمام؟ همزة المد أصلا همزة مفتوحة متبوعة بهمزة ساكنة، شو عملت فيهم؟ جمعتهم بحرف واحد اللي هو همزة المد. إذا مفاجآت، همزة المد أصلا همزتين، مئذنة نفس الشيء، مآذن، لآلة، وآداب. هون بنكون وصلنا لنهاية حل أسئلة المواجهة والدلالة والفهم والتحليل والتذوق الأدبي والقضايا اللغوية. بتمنى إنه يكون الفيديو واضح لكم. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.